تلقيت خبر وفاة الأب الروحي ديالنا. الاسم الغني على التعريف المعروف السيرفيابل، الإنسان الطيب الخلوق الأصيل الراقي في طباعه وسلوكه وأخلاقه. قلت لك هو أب روحي لجميع الفنانين والفنانات. كان سيرفيابل، كان الله يعمرها دار، كان ظريف، كان درويش، كان عنده واحد التربية خارقة للعادة. كان مؤدب مع الكبير والصغير، اللي كبر منه اللي صغر منه اللي قده. كان خلوق، كان أي حاجة وقفتي ليه عليها كيأديها، أي حاجة طلبتيها منه ما كيبخلش بها عليك، أي حاجة كيوقف فيها. الله يرحمه، الله يرحمه.